بدأت بعثة حج القرعة تفويج حججها من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج، ويأتي ذلك بعد أيام قضوها في المدينة وفقا لبرنامج الرحلة مع تيسيرات وخدمات مقدمة للتيسير عليهم في أداء المناسك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد 5 أيام قضاها حجاج القرعة في رحاب رسول الله يصلون في مسجده ويزورون قبره الشريف، بدأت عمليات تفويج من انتهت مدة إقامتهم إلى مكة المكرمة مع نسائم الفجر، تمهيدا لأداء مناسك الحج في حافلات مجهزة وذات مواصفات محددة لراحة الحجاج، وبها جهاز تحديد الموقع لمتابعة خط سيرها على طول الطريق، ومرتبطة بغرفة عمليات لتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات السعودية. والله احنا قعدنا 5 أيام في المدينة، كانوا من أحسن 5 أيام في حياة الواحد، لأن الواحد شاف فيها حاجات جميلة، والمدينة طبعا يعني حاجة فيها المسجد النبوي ده كفاية، والتنظيم كان على أعلى مستوى، الخدمات كانت كويسة، الفندق على أعلى مستوى قريب من الحرم النبوي. الحمد لله احنا شايفين تنظيم ما كناش نحلم بيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم بارك. الناس قائمين من أول فرد أمن لغاية أعلى رتبة، كلهم قايمين بخدمتنا، مش متأخرين عننا في حاجة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يتم التنبيه على الحجاج بواسطة ضباط بعثة حج القرعة بموعد رحلاتهم إلى مكة المكرمة وتجميع حقائبهم قبل الرحلة بوقت كاف، في مشهد يعكس دقة التنظيم والحرص على راحة الحجاج في تنقلاتهم لأداء المناسك. أختي ديت معايا من زيت الهمم، الناس دي بالأمانة يعني ما خلتش عن مجهود، نشكر وزارة الداخلية على المجهود، بالأمانة ما شلناش شنطة، ما شلناش شنطة من مكاننا يعني، أوض ما شاء الله، حجز ما شاء الله، كل حاجة ما شاء الله. طبعًا الناس القائمين على البعثات والرحلات بتاعتنا بتاعت الحج مجهود جبار ورائع، وبنشكرهم وربنا يجعله طبعًا في ميزان حسناتهم. ارتياح كبير على وجوه الحجاج بعد استمتاعهم بالإقامة بالمدينة المنورة على بعد خطوات من الحرم النبوي الشريف، وفي ضوء الخدمات المقدمة لهم من قبل ضباط بعثة حج القرعة، وهو ما بدا واضحا في أحاديثهم. المقابلة من أول ما ركبنا من مطار ونزلنا في مطار السعودية، المقابلة بالصلاة على سيدنا النبي ما شاء الله، والتنظيم ما شاء الله، ونحمد الله، وهذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى علينا. بنشكر وزارة الداخلية جدا جدا على المجهودات اللي عملوها معانا، والرحلة متنظمة على أعلى وجه، والله مرتاحين جدا جدا. خدمات متميزة تقدمها بعثة حج القرعة لحجاجها منذ لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة وإقامتهم وحتى المغادرة إلى مكة المكرمة، وهناك تتواصل الخدمات للتيسير عليهم في أداء المناسك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خدمات وتيسيرات قدمتها بعثة حج القرعة لحجاجها بالمدينة المنورة، سواء من حيث الإقامة في فنادق قريبة من الحرم النبوي الشريف أو في الخدمات المعيشية الأخرى، حتى عمليات التفويج تتم بواسطة حافلات مجهزة على أعلى مستوى لراحة الحجاج حتى الوصول إلى مكة المكرمة، وهناك تتواصل الخدمات. من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.